السلام عليكم، أنا مهندس سامر عرسان، أعمل كورس بي إم بي عن مهندس إيهاب شعبان. الحمد لله رب العالمين، اليوم قدمنا امتحان من المكتب والحمد لله رب العالمين أكرمنا ونجحنا الحمد لله رب العالمين. طبعا ما بيحكوا على السكور يعني، بس بيكتبوا مبروك أنت حصلت على البي إم بي، ومفروض يبعتوا إيميل بهالثلاث أيام. حابب احكي شيء، انه الفضل بهالشيء بيرجع لرب العالمين ومن بعده للمهندس ايهاب. يعني مهندس ايهاب مهما حكيت عنه بصراحة ما بعطي حقه، يعني شخص ما شاء الله عنه، شخص بيعمل فولو اب رهيب جدا جدا جدا، ولولا هالفولو اب بصراحة الواحد ما كان نجح ابدا. لانه انت عم تعمل الكورس بعدها ممكن تنشغل شوي وما تكمل، فلما تلاقي شخص مهتم فيك وعم يعمل لك فولو اب وعم بيذكرك وعم بيسألك عن الابديت وعم بيلومك، فاحيانا بتخجل من حالك، يعني انه يعني عيب يعني واحد عم يسأل عنك وانت مو سأل عن نفسك. فبصراحة شخص ما شاء الله عنه، الله يجزيه الخير. وانا اعتبر من الاشياء الحلوة اللي صارت معي، يعني انه انا عم بتعلم الكورس انه تعرفت على هالشخص. فما شاء الله رب العالمين، الله يعطي العافية وبالتوفيق له وبالتوفيق للجميع ولكل واحد عم يعمل كورس مع مهندس إيهاب. بالنسبة للامتحان، يعني بصراحة اللي عملته بالمكتب، وهي يعني المكتب فضيته على المظبوط، ممكن يعملوا اوديت او شيء، فالمكتب ما فيه شيء ابدا، يعني بس اللابتوب. طبعا خليت معي الليسن لانساله، بياخدوا صورة، طبعا صورة عن الليسن بس مشان يعملوا فيريفيكيشن. وما صار اي شيء، الشات ما استخدمناه، ما صار اي اتصال اي شيء ابدا، وكانت الامور بخير. طبعا طبعا بعد 89 سؤال بيسأل عن ال10 دقائق، فيك تاخدها او ما فيك تاخدها. انا بصراحة ما اخذت، يعني دقيقتين وكملت، او نص دقيقة يعني وكملت. الاسئلة عموما بتعتمد على الفهم، بتعتمد على الفهم بصراحة. يعني موضوع الحفظ نادر جدا جدا ما يجي سؤال، موضوع انه الواحد يكون فهمان، غير هيك ما راح يمشي الحال والله. يعني بده يمارس كتير، يشوف يجرب أسئلة كتير، يعمل إجزام 4 و5 و6 و10، يمر عليه أسئلة بشكل كبير جدا لحتى يصير أوير من كل الأسئلة وكل الطرق. فهو بالأخير يعني أصلا أنت داخل الامتحان ما عندك مجال تتذكر، عبارة عن أنه فهمان شيء من الفهم تبعك عم تجاوب على السؤال. الوقت ما كان مناسب بصراحة، يعني فعلا بده من أول لحظة ينعمل كنترول على الوقت. والحمد لله رب العالمين، بالأخير نجحنا، وكل الشكر مرة ثانية للمهندس إيهاب، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع.